السلام عليكم، مش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمه كاتيا للمواضيع المختلفه. انا لله وانا اليه راجعون. شو نقول لكم اخوتي، في صحر صديقي فقدت اعز الناس، فالوالد ديالها توفى هذا الصباح بعد معاناه طويله مع مرض السرطان. الله يرحمه ويغفر ليه ويصبر أهله. صراحة وفاة واحد من الأبوين كتكون صعيبة وصعيبة بزاف، فسول المجرب لا تسول الطبيب. صراحة أعز أحر التعازي وأصدق المواساة، اللهم ارحم الفقيد واغفر له واجعل مثواه الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، والله يرزق الأهل دياله صحر صديقي والأهل كاملين الصبر والسلوان. فنتمنى أخوتي حتى نتوما في لي كومونتير دعوات ديال الخير لهاد المرحوم ولجميع أموات المسلمين بصفة عامة، حنت حنا اللي ما ميت لي الاب ديالو، ميت لي الام، ميت لي عمو ولا خالو ولا جده، فالدوام لله.